Je suis toujours dans les films là, voilà, mais c'est vraiment des. واو خالد الشريف ديال افريقيا، واش غيتكون السميه ديال البرنامج ديالو؟ نقولو نقولو باز. السلام عليكم. مع الظاهره اللي كيعرفها العالم حاليا ديال الانتشار ديال الحواسيب ديال الانترنت وديال وسائل ديال الاتصال، ضروري كنطرحوا واحد السؤال: فين هي القاره الافريقيه وسط هذا التطور كله؟ الاحصائيات تبتات، وللاسف ان القاره الافريقيه باقا معطله بزاف بزاف. وبلغه الارقام ففقط 8% ديال السكان ديال القاره الافريقيه هما اللي مرتبطين بشبكه الانترنت، بمعنى اخر اننا كنمثلوا فقط 5% ديال المستعملين ديال الانترنت في العالم كله. والمشكله الكبيره ايضا انه فقط 1% من هاد المستعملين كلهم ديال الانترنت في القاره الافريقيه هما اللي عندهم الانترنت بالصبيب العالي، واللي خصنا نفتخروا به حنا المغاربه، واننا الدوله الاكثر استعمالا للانترنت في القاره الافريقيه بالنسبه ديال 42% من عدد السكان. واخيرا حنا المغاربه الاولين في شي حاجه، الحمد لله. ولكن السؤال، اشنو اللي مخلي القاره الافريقيه معطله بهذا الشكل؟ اول عائق بطبيعه الحال هو الكلفه المرتفعه للارتباط بالشبكه. هاد التكلفه اللي كتوصل في بعض الدول حتى ل 100 دولار شهريا، والحمد لله حنا كنتكونيكتاو ب 20 درهم وما حمدينش الله. كاينه مشكل ثاني ايضا، هو المشكل ديال ضعف الامكانيات وديال التجهيزات. فكيفاش غادي تكونيكتاو وانت ما عندكش حتى بيسي اصلا؟ ثم كاين ايضا المشاكل السياسيه والاقتصاديه اللي كتعيشها القاره، زائد المشكل الكبير هو المشكل ديال الاميه. فتخيلوا معايا ان مجموعه ديال الاستطلاعات ديال الراي دارت في مجموعه ديال الدول الافريقيه بحال بوركينا فاسو بحال موزمبيق وبحال اثيوبيا، تبتات ان اكثر من 90% ديال السكان ما كيعرفوش حتى ما هي الانترنت. ولكن رغم ذلك هناك مجموعه ديال الحكومات وديال المنظمات الدوليه اللي كدير مجهودات كبيره باش انها ترفع من العدد ديال المستعملين ديال الانترنت في الدول الافريقيه. كما ان الانتشار الكبير ديال البورتابلات اللي ضاعف بخمسة المرات في السنوات الاخيره في القاره الافريقيه قدر يحل شي شويه من المشكل، وهكذا الناس ولاو كيستعملوا تقنيه 3G ولاو بسهوله كيتكونيكتاو في الانترنت. المشكله هو ان بزاف ديال المناطق الافريقيه ما فيهاش الضوء، ولكن حنا الافارقه معروفين بالبريكولاج وما كنتعتقوش، هادشي علاش ولاو كيشارجيو البورتابلات بالموتورات. صراحة خصنا نصدروا لهم شي فرانشيز ديال درب غلف تحل لهم كاع المشاكل ديال الانترنت تما. واللي جميل ايضا انه رغم هذه المشاكل كلها كاينين مجموعه ديال الناشطين الافارقه على شبكه الانترنت، كما انه كاينين مجموعه ديال المواقع الاخباريه الافريقيه اللي ناشطه كثير على الانترنت، مثل موقع افريك افريكان لايف والموقع ديال المجله الشهيره جون افري، كما انه كاينين مجموعه ديال المدونين الافارقه في شتى المجالات، غير انه كيعانيهم واحد المشكل كبير وهو المشكل ديال الرقابه. Je pense qu'aujourd'hui, Internet apporte une liberté qu'on n'avait pas avant, parce qu'on n'a pas besoin d'être au sein d'un grand média, on n'a pas besoin d'énormément de moyens, juste avec un peu de volonté et quelques francs pour le cas du Congo, pour payer le cybercafé, on peut s'exprimer. J'en suis une preuve vivante, parce qu'avec mon blog, j'ai réussi à devenir un média, et je pense que c'est possible. وما نساوش بان القاره الافريقيه عندها المهرجان ديالها ديال البلوك اووردز المعروف بالاسم ديال بري وهال. هذا المهرجان اللي كيختار احسن المدونين الافارقه سنويا وكيكافئهم على المجهودات ديالهم. وما نساوش بانه كاينين مجموعه ديال البودكاسترز افارقه اللي ناشطين على شبكه الانترنت وكيديروا فيديوهات بشكل دوري على شبكه اليوتيوب. Je pense que vous avez tous vu le phénomène internet qu'on appelle Harlem Check. Ah, c'était marrant au début mais c'est plus marrant. Enfin, en tout cas, moi jamais je ferais ce genre de truc là. بل ان حتى ظاهره الجانام ستايل وصلت لهاد الدول عن طريق اليوتيوب. كما انه مع الوصول ديال الحواسيب لهاد الدول ومع الامكانيات اللي كيوفرها بزاف ديال المنتجين استعملوه للانتاج ديال الافلام، غير المشكل هو ان النتيجه كانت خليكم تشوفوا. واو كومام. اخر حاجه نقدروا نقولوها هو ان التنميه في القاره الافريقيه راه مرتبطه مباشره بالتطور ديال وسائل الاتصال والمعلومات في هاد الدول، وايضا في رفع المستوى المعيشي ديال هاد المجتمعات والزياده في الدخل ديالهم وجلب حتى الاستثمارات الخارجيه. ولكن اللي جميل ان القاره الافريقيه رغم هاد المشاكل كلها اللي كتعيش فيها كتبقى المجتمعات ديالها مجتمعات عزيز على الضحك، عزيز على النشاط، وخصوصا خصوصا عزيز على الشطيح. تبارك الله عليهم ديما النشاط سيادنا. شغنقول لكم وقولوا باز وصافي، نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه الجايه.